أحسن الله إليكم. أيضا نأخذ اتصال الأخ خالد. تفضل يا خالد من القصيم. ألو السلام عليكم يا أخي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وعليكم السلام. والله أني أحبك بالله. حياك الله. تفضل سؤالك يا خالد. سؤالي جزاكم الله خيرا. ما حكم تقويم الأسنان يا أخي؟ طيب شكرا. إذا كانت الأسنان فيها خلل لا بأس من إصلاحها وإزالة الخلل، لأن هذا من العلاج. أما إذا كانت الأسنان سوية وليس فيها خلل فلا يجوز العبث بها. نعم.